في الحقيقة يعني هذا اللقاء ليس اللقاء الأول بين السفيرة وبين رئيس الوزراء السوداني. أولا من ضمن التعليمات التي تلقاها السيد السوداني من السفيرة الأمريكية أنه عدم استمرار ضرب القواعد الأمريكية داخل العراق، سواء كان قاعدة عين الأسد أم قاعدة حرير. هذا الشأن الأول. الشأن الثاني، يجب على السوداني إعطاء تعهدات إلى الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص هذه الضربات، وتوقف الميليشيات والفصائل المسلحة من الاستمرار في هذه العمليات ضد القواعد الأمريكية. ولكن اللي بدأ أنه تلاحظ أنه الولايات المتحدة الأمريكية أنه السوداني لا يستطيع السيطرة على هذه الميليشيات، باعتبار أن هذه الميليشيات والفصائل المسلحة هي التي من جاءت بالسوداني إلى قيادة العراق كرئيس وزراء، فبالتالي ما لا يستطيع أن يقدم إلى أمريكا أي شيء أي وعد ويكون صادق معه. غير ذلك أنه إيران بدأت تضغط على أمريكا من خلال أذرعها الموجودة داخل المنطقة بشكل إيران صرحت بشكل مباشر أنه عدم التدخل في العمليات التي تحدث ما بين غزة وفي العراق، وتبرأت منعتهم بشكل كلي. لذلك أنه نقلت المعركة داخل العراق. الكل يعرف أنه إيران لا تقاتل لا في سلاحها ولا في مالها ولا في جمهورها وأولادها رجالها، فقط هي تقاتل بالمال العراقي، بالجيش، بالشعب العراقي، بالسلاح العراقي. لذلك احنا نشوف انه اليوم بدأت التصعيد في هذه الضرب هذه الميليشيات داخل العراق، ابتداء من بداية الحدود العراقي سوريا والحدود العراقية نزولا الى محافظة الأنبار. فكل هذه مؤشرات دليل على قوة جهاز الاستخبارات الأمريكي داخل العراق والسيطرة على نعم داخل تحركاتهم. فأعتقد أنه بدأت رياح الخريف تتصاعد شيئا فشيئا، فلهذا احنا نقول العراق متجه على 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 خريف مظلم، يعني صعب، يعني راح تكون طيب. المرحلة القادمة مواجهات اكثر، تصعيد اكثر من هذه الأيام. نعم. طيب.